لأطراف. والمزيد معنا من ريف دمشق براء عبد الرحمن مراسل شبكة سوريا مباشر. أهلا بك براء. نبدأ أولا طبعا بالخبر الأبرز، جبهة يبرود، آخر المعلومات لديك حول التطورات الميدانية؟ نعم، الحقيقة فعلا الخبر الأبرز في الريف الدمشقي جبال القلمون تحديدا بلدة يبرود، المعارك الدائرة منذ 31 يوما على التوالي ضمن محاولة السيطرة من قبل قوات النظام والمدعومة بقوات وميليشيات تابعة لحزب الله اللبناني. تحاول هذه القوات اليوم 31 على التوالي من اقتحام بلدة يبرود. جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، لكن الحقيقة كانت هناك سيطرة على بعض النقاط على أطراف بلدة يبرود وعلى بعض المزارع والواقعة تحديدا بالقرب من اللواء الثامن عشر وهو محور البلدة الشرقي مدخل المدينة الرئيسي من جهة أستراد دمشق حمص الدولي. الحقيقة سيطرت النظام على بعض النقاط هناك، لكن تبث قوات النظام وإعلام قوات النظام إشاعات لكي تحبط معنا الثوار وتحبط معنا الأهالي والمدنيين داخل بلدة يبرود بأن النظام سيطر على بلدة يبرود. نحن تواصلنا مع عدة قادة رئيسيين وعسكريين معروفين داخل بلدة يبرود وهم القيادة الغرفة العمليات المشتركة داخل بلدة يبرود، أكدوا لنا أنهم ما زالوا متمترسين وهم في خط هجوم على أكثر من محور في بلدة يبرود ويفرضون سيطرتهم على معظم أرجاء بلدة يبرود وبعض المناطق المجاورة لبلدة يبرود. نعم تفضل. براء، فقط لأنك ذكرت أن هناك سيطرة على بعض المناطق، ولكن الآن الأنباء تتحدث عن ربما تقدم جزئي، هل ما ذكرته هو الذي يعكس هذا التقدم الجزئي؟ يعني بالتأكيد نحن نقول في اليوم 31 على التوالي هناك بعض الجبهات في كل يوم تعتبر هذه الجبهات خط تمس أول، خط جبهة أول. النظام أحيانا يتقدم لعدة نقاط، يسيطر على عدة تلال في منطقة السحل، في منطقة مزارع ريما، في المدخل الرئيسي بالقرب من محور عقبة يبرود. لكن الحقيقة هذه النقاط الاستراتيجية التي يسيطر عليها قوات النظام ما أن يسيطر عليها قوات النظام، وبالتالي تقوم قوات المعارضة المسلحة والفصائل العسكرية التابعة للجيش الحر بمعاودة الاستيلاء عليها ونصب صواريخ وتدمير عدة آليات كما شاهدنا اليوم صباحا مع التصعيد وتغطية النيرانية الكثيفة من قبل قوات النظام، راجمات صواريخ 15 غارة جوية في أقل من ساعتين، لكن كانت هناك مصد لجميع محاولات تسلل من قبل الثوار وتفجير عدة آليات منذ الصباح الباكر ودبابات على محور وأطراف بلدة يبرود. طيب براء، هل من محصلات حول الخسائر البشرية؟ لن نتحدث عن المادية أبدا الآن. نعم، الحقيقة هناك خسائر منذ الصباح الباكر، كان هناك تدمير عربتين BMP تحديدا وأيضا تفجير دبابة من طراز 72 مستخدمين الصواريخ المتطورة الكونكورس والصواريخ الحرارية. هناك الحقيقة حتى جثث لم تستطع قوات النظام حتى هذه اللحظات سحب جثثها من أطراف بلدة يبرود. يعني الثوار الآن يتصدون لجميع المحاولات التسلل على أطراف بلدة يبرود ومن محور مزارع ريما ومن منطقة السحل تحديدا، والمعارك ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. لا نستطيع أن نقول لمن القوة الآن جبهة لمن القوى الأكبر في الجبهات المشتعلة، إن كانت لقوات النظام أو كانت لقوات الجيش الحر. طيب براء، نتحدث عندما نتحدث عن جبهة يبرود نتحدث عن آخر معاقل الثوار، ماذا يعني ذلك على الأرض؟ يعني الحقيقة بالتأكيد هذا أمر هام لا يخفى على أحد. بلدة يبرود هي بلدة استراتيجية مهمة جدا لدى الطرفين، لقوات النظام وأيضا لقوات الجيش الحر. الجيش الحر هذه البلدة بالنسبة له هي بلدة تربط جميع بلدات القلمون الغربي، وهي يبرود تقع في القلمون الغربي، تربط جميع هذه البلدات بالقلمون الشرقي كرحيبة وضمير وبعض مدن القلمون الواقعة في القلمون الشرقي وهي تحت سيطرة الثوار. لكن أيضا هي تهم الجيش النظامي لأنها أيضا تعتبر منطقة استراتيجية وواقعة في خط فاصل بين الحدود اللبنانية السورية، وأيضا لا تستطيع قوات حزب الله اللبناني جلب مؤازرات بأريحية من قبل الحدود اللبنانية لوجود الجيش الحر وسيطرته الكاملة على منطقة يبرود. طيب براء، ذكرت قبل قليل بأن النظام يحاول بث معلومات خاطئة عن الوضع على الأرض على أساس أنه استطاع التقدم أو السيطرة على مناطق لم يصل إليها حتى الآن، وذلك للتأثير إن كان على الجيش الحر على المدنيين حتى. إذا ما تحدثنا عن الجانب الإنساني عن المدنيين، كيف يعيشون الحصار بعد 31 يوم؟ يعني الحقيقة 31 يوما من القتل، من الرعب، من الدمار. أقول لك اليوم صباحا فقط 15 غارة للطيران، هذا ليس خبر إعلامي أو تمويه أو أكبر من ذلك، 15 غارة للطيران، صواريخ فراغية، صواريخ عنقودية، قنابل محرمة دوليا يتم إلقاؤها من قبل الطيران المروحي والطيران الحربي التابع لقوات النظام على بلدة يبرود وعلى الأسواق وعلى التجمعات المدنية. ما زال هناك عشرات الآلاف عالقين داخل بلدة يبرود، تم نزوح أكثر من 100 ألف نسمة نحو بلدات عرسول الحدود، عرسال الحدود
الحدودية الواقعة بين الحدود اللبنانية السورية وبعض البلدات الواقعة في القلمون، وهي أخف ضررا وعرضة للقصف من بلدة يبرود. لكن الحقيقة هناك عشرات الآلاف في بلدة يبرود محاصرين بشكل كامل، لم يستطع الثوار حتى هذه اللحظة إخلاءهم بشكل كامل. يجب أن يكون هناك تدخل دولي أو تدخل منظمات إنسانية وفتح ممرات إنسانية لكي لا تكون هناك مجازر بحق هؤلاء الأطفال والنساء والعجاز. من ريف دمشق براء عبد الرحمن، مراسل شبكة سوريا مباشر، شكرا جزيلا لك.